والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد حافظ رئيس المجلس العلمي المحلي لأزلال. نظمت المجالس العلمية لجهات بني منار خنيفرة هذه الدورة التكوينية لفائدة مؤطري ميثاق العلماء. وخطة ميثاق العلماء عبارة عن دروس التي تلقى ببعض المساجد لفائدة الأئمة والخطباء مرتين في الشهر. تتضمن هذه الدروس ما يتعلق بالتوابيت المغربية وما جرى به العمل في المغرب سيرا. وهذه هذا الميثاق خصيصة مغربية، لا يوجد في أي دولة في العالم الإسلامي إلا المغرب، أن يتلقى الأئمة والخطباء درسين في الشهر في مرتين في الشهر. هذا شيء مهم، ويختار لإلقاء هذه الدروس جلة ويعني تلة من العلماء يعني المحيطين بالموضوع الذي يلقى، لأن هذا الموضوع وذلك بإشراف من أمير المؤمنين يعني رئيس المجلس العلمي الأعلى الذي يشرف على الشأن الديني في المغرب، أطال الله عمره وخلد في الصالحات ذكره.